صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطيلي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. فيديو النهاردة بجد حلو جدا جدا جدا، هيفيدك. هتطلعي من الفيديو ده عارفة انتي عايزة تعملي ايه، تمام؟ بدل كل كلام الناس اللي حواليكي اللي ملخبطك، انا هطلعك النهاردة من الفيديو انتي مقررة ايه او عايزة توصلي لايه. بس اول حاجة كده قولولي ايه رأيكم الدفرتين بتوعي والنيلز اللي انا عملتها للكريسماس، وعامله تنظيف بشره لنفسي. وبجد يا جماعه فله فله فله. يعني المهم، ليه مش عايزين البنات تعمل بروتين؟ ليه مش عايزين البنات تعمل فرد؟ مش عايزينهم حلوين؟ مش عايزينهم مهتمين بنفسهم؟ انا عامله تمام. مبدئيا انت عامله بقالك قد ايه يا ميرا؟ انا بعمل من وانا عندي 13 سنه. دلوقتي انا عندي 23 سنة، يعني بقالي 10 سنين. صدقت اتخضيت من الرقم، 10 سنين بعمل فرد لشعري. كل المسميات هتقولي لي بروتين غير كافيار غير تريتمنت غير كرياتين غير كده، كلهم نفس المسمى، يعني كلهم نفس المسمى بنفس الافكت، موحد للشعر، تمام؟ ده كده مبدئيا بعمله بقالي قد ايه وبعمل ايه. يعني مره اعمل كافيور، مره اعمل تريتمنت، مره اعمل بروتين، بشكل، فاهمين؟ اللي هو كل مره بعمل حاجه عادي. طب بعمل ازاي؟ بصوا يا جماعه، بعمل الجدر بتاعي الجديد، يعني انا عامله اهو بقالي كده شهر، فبدا اهو جذور تطلع، فبستناها تطلع مثلا لحد هنا كده. بعمل تقريبا كل من خمس لست شهور، تمام؟ ساعات بطول الموضوع بخليه 7 شهور، وساعات بخليه 8 شهور. وانا حامل طبعا قعدت 9 شهور ما عملش، وبعد الولادة بشهر ما عملتش. عملت تقريبا بعد الولادة، بعد الولادة بشهرين، عملت بعد الولادة بشهرين، تمام؟ دي تقريبا يعني كانت اطول مدة قعدت ما عملتش فيها بروتين. ده برضو بيرجع لي الجذور بتاعتك بتطول في قد ايه، وبتكون قد ايه، وبتكون طبيعتها عامله ازاي. يعني لو الجذور بتاعتك طولت بس انت قادره ان انت تداريها وقادره ان انت تسرحي شعرك، اتس اوكي، تمام، عادي برضو جدا، تمام، تقدري تطولي يعني في المده. ده كده بالنسبه للثلاث الاسئله الاولانيين اللي بيجوا لي. طيب انا بعمل البروتين فين؟ انا بعمله دايما في بيوتي سنتر، تمام. المره دي او الفتره دي بعمله عند بنوته في سيدي جابر. يا جماعه لو انتم من اسكندريه عادي جدا، اللي عايز اللينك بتاعها يدخل لي على انستجرام وانا هبعت لكم اللينك. هتقولوا لها ان انتوا جايين من عند ميرا، هتعمل لكم خصم 10%، تمام، وهتعمل معاكم واجب وهتهتم بيكم وهتظبطكم يعني، تمام. ده اللي عايز يعرف انا بعمل فين بالظبط. المكان موثوق جدا، بحب البنوته جدا جدا، يعتبر هي صاحبتي اصلا، مش البنوته اللي بتعمل لي فرد او تريتمنت لشعري، تمام. ده بالنسبه بعمله فين. في بنات بتقول لي ما ينفعش نجيب احنا التريتمنت او البروتين او الكافيور في البيت ونعمله، احنا عندنا مكوى مثلا اللي هي كارفن ولا ما اعرفش ايه، عايزين نعمله وكده. لا جماعه، انا مرشحش ان انت تعمليه في البيت. طريقه الفرد بتكون غير، طريقه الكبس بالمكوى بتكون غير، انت مش محترفه، فممكن تدوسي زياده على الشعرايه فتاخد الفرد الشعرايه ويقع بيه. برضه يا جماعه الماده حاجه وطريقه التطبيق بتاعتها حاجه تانية خالص. ما تفتكريش عشان انت معاكي الماده ومعاكي المكوى فهتعرفي ان انت تظبطي الدنيا وكل حاجه تحت السيطره معاكي وهتعملي في البيت. فانا مرشحش موضوع ان انت تعمليه في البيت. طيب ليه الناس بتقول على البروتين مضر؟ عشان انت مثلا طبيعه شعرك ويفي او كيرلي او كده، فانت بتكسري روابط الشعريه وبتثبتيها ليس. طيب الذكاء بقى هنا، ايه اللي انا اعمله قبل البروتين واثناء البروتين وبعد البروتين ما يخليش شعري يقع، تمام؟ لان برضه هقول لكم على حاجه، سبب ان انت بتعملي بروتين هو انك عايزه شكل شعرك يكون كويس طول الوقت. هتقولي لي روحي اعملي سشوار، صدقيني نفس البوينت، انت هنا بتضري وهنا بتضري، بس بالبروتين بتعملي مثلا مره كل 6 شهور بتضري مره، السشوار لو عملتي مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين صدقيني برضو بيتضر بدرجه اكبر، فاهمين؟ هي الحراره يعني. المهم اللي انا اعمله قبل البروتين عشان احافظ على الشعرايه بتاعتي، واللي اعمله اثناء البروتين، واللي اعمله بعد البروتين، تمام. دي بقى التريك عشان شعرك ما يقعش، عشان شعرك يطول. جماعه الكلب بتاعنا عامل عمليه فعشان كده صوت عادي، ما عشان اخد في بالنا.
المهم قبل البروتين تبدأي تعملي ايه؟ اول حاجة ان انت تاكلي هيلثي 100%. طب ازاي هاكل هيلثي؟ في ناس بتسمع كلمة هيلثي دي فبتبدأ تاكل مثلا تفطر اندومي تقولك ده مكرونة واكل جنبيه طماطمية، لا جماعة هيلثي يعني تعملي لنفسك طبق خضار، تمام، تاخدي مالتي فيتامينز، وكمان تاكلي بروتين كتير. بروتين كتير بمعنى ان انت تفطري مثلا بيض، ومثلا تتغدي تونه، تتعشي مثلا زبادي، كل ده فيه بروتين عالي. فلازم تهتمي بالنقطه دي بتاعه الاكل. الاكل من اهم الحاجات اللي ممكن يبني شكلك كله، وممكن برضو يوقع شكلك كله، يبينك تعبانه هلكانه مش قادره، وممكن يبينك قويه، بشرتك صحيه، شعرك شكله صحي ما بيقعش ويقويك، تمام. نشرب ميه كتير، لان برضو من مكونات الشعرايه هي الميه، فلما انت تشربي ميه كتير شعرك هيكون قوي، مش هيتساقط، الجفاف هيقل. ونركز في كلمه الجفاف، لان طول ما شعرك مترطب كويس جدا شعرك مش هيقع. الجفاف بيزود من معدل تساقط الشعر، خلي بالك، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. طيب هستخدم شامبو كونديشنر ماسك كويسين. مش جايبه لكم برودكت النهارده، سايباكم تختاروا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا مرتاحين عليه، بس اختاري شامبو يكون ما فيهوش صلفات ولا صوديوم. الشامبو بنستخدمه على فروه الشعر فقط، مش بنيجي خالص على الشعرايه. في ناس برضو بتكذب النظريه دي، وانا شعري هينضف ازاي؟ البواقي اللي بتنزل من الفروه والكونديشنر والماسك قادرين جدا ان هم ينضفوا باقي شعرك، وعامه الدهون والزيوت بتيجي من هنا مش من هنا، تمام. الكونديشنر اللي تستخدميه تستخدميه من اول هنا بالظبط، سيبي الحته دي استخدميه من اول هنا، تمام، وتسيبيه على شعرك دقيقه لثلاث دقائق. انا عن نفسي بكمل دقيقه بالظبط وبشطفه، وبيديني الريزلت بتاعته، وبشوف الريزلت بتاعت الكونديشنر. تالت حاجه معايا هو الماسك، تستخدمي الماسك من 20 ل 30 دقيقه، ده اهم خطوه، اهم من الشامبو، اهم من الكونديشنر قبل البروتين بالذات. وتحط كده اي فوطه، مش شرط فوطه سخنه، بحط فوطه عاديه جدا مش مايكروفايبر، فوطه قطن عاديه جدا، وبسيبه على شعري وبدخل ان انا اشطفه. البوينت المهمه صيف شتا تغسلي شعرك بميه بارده، ما تجيبيش الميه الدافيه عليه، الميه الدافيه بتزود من جفاف الشعرايه، فالشعرايه بتتقطم بسهوله، بعد البروتين بتكون ضعيفه جدا جدا جدا، تمام. فده كده الروتين قبل البروتين، اثناء البروتين اللي تكون بتكبس لك او اللي بتعمل لك التوتوريال كله، تكون بتتعامل مع الشعرايه بلطف، تغسل الشعرايه بالراحه، تحط البروتين بطريقه كويسه، تبعده عن فروه الشعر بواحد سنتي، تمام، ما تشدش الشعرايه جامد وهي بتكبس، عشان لو هي شدت جامد الشعر كله هيطلع في ايديها، تمام. ده اهم حاجه. انا عن نفسي كل الخطوات حاجه، واثناء تطبيق البروتين او التريتمنت او الكافيور في شعري ده حاجه ثالثه خالص. لازم تكون مخليه بالها كويس جدا هي بتعمل ايه وبتتعامل ازاي، لان انا شعري طويل وجاف جدا من تحت، لازم اكون مركزه مع اللي بتجففه، ومع اللي بتغسله، ومع اللي بتكبس لي البروتين. فاثناء البروتين ده من اهم 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 الحاجات اللي انت لازم تركزي عليها. تالت حاجه معايا هي بعد البروتين. بعد البروتين انا باخد بعضي وبغسل شعري في البيت عشان اغسله بالراحه، لان الشعر بيكون ضعيف هلكان جاف، ممكن يتكسر بكل سهوله. تغسليه بشامبو بجد ما فيهوش صلفات وصوديوم خالص حتى لو بنسبه قليله، تعملي له دبل كلينسر عشان تطلعي كل البرودكت من شعرك، تمام. تحطي الكونديشنر، تسيبي الكونديشنر المره دي شويه حلوين، يعني مثلا 5 دقائق. تحطي الماسك، ممكن تسيبي الماسك لمده 40 دقيقه، ليه؟ عشان شعرك يتشبع ويمتص كل الترطيب، فما يكونش جاف ويتقطع، تمام. هتستخدمي ايه؟ كريم بقى، سيروم، شوفي المجموعه اللي انت هتستخدميها، كل ده هيساعد، تمام. طيب البروتين حلو ولا لا؟ يا جماعه هو مش احسن حاجه في الدنيا، انا مش طالعه اقول لكم ده بيرفكت، ولكن هو ضروري للناس اللي حابه شكل شعرها يكون كويس، اللي شعرها تقيل ومش بتعرف تسلكه زي حالاتي انا، لما الجذور بتاعتي بتطلع قوي فبكون متضايقه ومش عارفه اسلكه، مش عارفه ارتاح، عارفين اللي هو ايه، مش عارفه اعيش حياتي كويس بمعنى اصح. لازم ادور على تسريحات تلم الهيشان، لازم اقعد الم الهيشان، لازم اثبته بكريم فيونسي وانا خارجه، حاجات كتير كده عشان شكل الشعر يكون مهندم، تمام. خاصه البيبي هير بتاعه الشعر الويفي، هتقولي لي اعملي روتين كيرلي، انا واحده مش حابه روتينات الكيرلي خالص خالص يعني. فهي دي البوينت اللي انا عايزه اوصلها لكم. افرضي انا مش عايزه اعمله كيرلي، فهعمل ايه؟ ده الفيديو اللي اتطلب مني كتير جدا، على فكره انا عملته مره واثنين وثلاثه، بس برضو نفس الاسئله بتتكرر، ونفس الاسئله برضو بتجيلي على كل الفيديوز حرفيا. انت عامله ايه في شعرك؟ شعرك شكله مهندم، طب بتحافظي عليه ازاي؟ طب بتعمليه قبل وبعد واثناء؟
اسئله كتير بتيجي يعني، فعشان كده قلت خلاص حتى لو عملته مليون مره فاقول لكم الابديتس برضو اللي بتحصل. ولو حد عايز يعرف انا بعمل فين البروتين يبعت لي على انستجرام زي ما قلت لكم، هبعت لكم لينك على طول. وهي بنوته محترمه جدا وكويسه جدا وانا بحبها جدا. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للشانل. لو اول مره تشوفيني عايزين نكمل 15 ألف يا جماعه، كده بجد كفايه، عايزين 15 ألف يجوا باسرع وقت.